الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدة وحماه، قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء، مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والأماسيك والصحراء. منها انطلقت جيوت الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس، وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن الأسود. في المغرب لكل عربي مسكن وهوى، وفي سماؤها روح العروبة، ومن ينابيعها تروي ظمأ القلوب. تقول: أحلام استغاني، لم أعرف يوما أن للذاكرة عطر أيضا، فهو عطر الوطن. وكذلك المغرب له عطر يعلق في الذاكرة ويشم من مسافة ألف وطن. المغرب في هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم في مواجهة بلجيكا يسعى بكل تأكيد للوصول إلى الدور القادم، ويعلم تماما بأن بوابة العبور تكمن في مواجهة المنتخب البلجيكي، ويدرك أيضا بأن لقاء اليوم يجب أن لا يقل أبدا عما كانت عليه العبور في المواجهة الماضية أمام المنتخب البلجيكي. مرور بشكل مثالي جدا، وبعد ذلك عرضية داخل منطقة فيل بالنسبة لألدر فايلد كأكثر، وبالمناسبة الكرة بمحاولة ملعوبة، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج أمام باتشواي ويبعد الكرة. لله كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك، لكن أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية، دار والاثنين موجودين في أرضية الملعب، تغطية دفاعية موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء الذي يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة، لكن أيضا صافرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس، خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي ولقائده. ركة إلى كيفن دي بروي، محاولة ملعوبة داخل بداية أحداث اللقاء، أمامية ملعوبة، لكن أيضا خروج من منير محمدي، ولم يكن التفاهم موجود ما بينه. متفرد في استاد دوسيل، كرة بتسديدة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية الكرة طالت على حكم زياش، وصل المحمدي ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواي، خطر، أسرع يا شباب، كرة بتسديدة في أحضان حارس المرمى منير، عادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة، حلوة الكرة والمحاولة علت العارضة من زياش، وتحول أن تتجاوز كورتوا، لكن كورتوا هو من تجاوز الصين. كورتوا منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي، والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان، إذا هذا هو اللقاء الثاني. هي الأسماء وصل إلى الدور نصف النهائي، كرة محاولة عرضية ملعوبة، لكن الحمدي في التوقيت المناسب. منير يتصدى للمحمية، محاولة في الجهة اليمنى، انطلاق الآن، مغربية وهو خطيرة جدا لمصلحة المنتخب المغربي هذه الكرة، وهذه الانطلاقة من أشرف حكيمي، والتسديدة بالقدم اليمنى، لكن إلى خارج أرضية، محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، والآن محاولة لمصلحة المنتخب المغربي، ملعوبة، جول حكيم، أسد الأطلس يزلزل الأرض تحت أقدام بلجيكا ويسجل أول الأهداف، يتقدم بنتيجة المواجهة، أول الأهداف للمنتخب المغربي. قادر ابن المغرب، قادر وابن نرجع للحظة التنفيذ، الحكم اتخذ قراره يلغى الهدف على حكيم زياش، لكن برافو المنتخب المغربي، برافو لأسود الأطلس، يشوف أول مميز جدا ظهروا من خلاله بصورة رائعة وسجلوا. ألغي الهدف بعد ذلك عن طريق حكيم زياش بسبب وجود التسلل. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. الهدف لوجود التسلل، الكرة بمحاولة وصلت إلى حكيم زياش، يسدد لكن في أحضان حارس المرمى
تيبو كورتوا. تيبو كورتوا تصدى للتقدم مر بشكل مثالي جدا وسدد. الله 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 على منير، قمر ينير سماء الدوحة في مباراة اليوم. وعن أشرف حكيمي كرة بمحاولة رأسية لكن بعيدة عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب. هذا أونانا، هذا أونانا. طيب المنتخب خطيرة في الجهة اليمنى الأرضية. الله 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 الله. ألمانيا، المغرب، البرتغال، وانضمت إليها السعودية. كرة بمحاولة، أوهو. حلوة الكرة الماضية، جميلة جدا. عاتل الصيري، الصيري، لا 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 مرة وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة من هذا المكان بعيدة بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي، مرت إلى خارج، تصل إلى حكيمي، من حكيم إلى حكيمي إلى كرة وبعدت في التوقيت المناسب، وصلت إلى باتشواي، لعبت مرتدة لكن طالت طالت طالت، عادت من جديد إلى تورغن أزار، إلى البديل تيليمانس، ميرتنز يسدد. الله 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 يا محمدي، الله يا منير، يا محمدي، يتصدى لمحاولة إدريس داخل منطقة الجزاء. المحاولة لا زالت مستمرة، باتشواي يسدد وسهل عن حارس المرمى منير المحمدي. منير المحمدي رائع جدا، منير رائع جدا، منير من خلال مباراة اليوم تركيز كبير جدا بالنسبة للمحمدي والتصدي، لكن أيضا جدا لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة لكن بعيدة تماما عن المرمى عن طريق البديل إلى خارج أرضية الملعب. كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا يا السلام يا السلام، كرة بمحاولة مغربية ملعوبة مباشرة، جول جول جول. هذه المرة أسود الأطلس تزر في مدرجات المواجهة ويأتي هدف التقدم الآن، يأتي هدف التقدم الآن. عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد، دي بروين دي بروين أمامية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع. يا نجمة تغني أطربت السامعين وسحرت الناظرين. نعم الكرة ملعوبة داخل المنطقة راسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت ولله الحمد. سلامات 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 سلامات، مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. بعد ذلك لوكاكو، وكرة لوكاكو إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى ركلة مرمى. قلت لكم هذا يكون لصالح المنتخب المغربي. أينب أينب، فلتهتز المدرجات مرة أخرى وتصرخ الجماهير. وهي من أجل الثاني، مغربية من أجل الثاني. أوهو. انطلق يا ابن المغرب، انطلق يا ابن الصحراء. محاولة إلى كيفن دي بروين، إبعاد يأتي عن طريق تروسار، عرضية داخل منطقة الجزاء ملعوبة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. خلال أحداث اللقاء أمامية ملعوبة، السيدة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت. حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله. أوه يا عبد الرزاق فيك، لكن أمامية ملعوبة، مرت 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 إلى ركلة مرمى الآن، إلى ركلة مرمى الآن. أول هدف يسجل مونديال 2002. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة جدا. لا 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 لا. للتاريخ للتاريخ للتاريخ، أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريض في شباك كورتوا. للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى. الله 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 الله. منبت الأحرار في تربتك ينبت ويولد المغاربة متشبعين بالحرية. مشرق الأنوار منك تشرق والجمال والإبداع. خلاص خلاص خلاص، سطر آخر يكتب في مونديال العرب،
فخر آخر يرسم على صدور العرب، وكلمة أخرى تقال باسم العرب. وفي مونديال العرب يجب أن نتكلم بلسان عربي سعودي، وبلسان عربي مغربي، وبلسان عربي تونسي. بحول الله نجوم أسود الأطلس في هذا اللقاء يسطرون ملحمة في غاية الروعة والإبعاد، ويرسمون الفرح في كل مكان.